واحد يقول هل الانسان اللي بيحب ربنا ويعمل اعمال الخير ويصلي ثم يقع في خطيه ويتوب ويرجع للخطيه ولكنه يتوب، هل اعمال الخير والصلاه هل يمحوها الله بسبب خطاياه؟ حينما يتوب تمحى خطاياه فقط والله يحتفظ له بعمل الخير. ما فيش حاجة تنسى عند ربنا ولا كأس الماء البارد، لكن اللي بيخطئ بيحاسب على خطيئته مهما كانت ليه أعمال بارد. زي ما نقول كوباية مية، شوفوا المية اللي فيها قد إيه، لو نزلت فيها نقطة حبر واحدة تعكر المية كلها، مع ان المية كلها كويسة لكن من النقطة الواحدة دي عكرتها كلها. كذلك أي خطية واحدة تعكر حياة الإنسان.